أهلا بكم في الموجز الإخباري لنهار اليوم. دعا المفوض السامي للاتحاد الأوروبي لشؤون الخارجية جوزيف بوريل لإيجاد حلول للأزمة القائمة بين الجزائر وإسبانيا. كما دعا جوزيف بوريل لرفع الحواجز التي تعرقل الاستثمارات الأوروبية في الجزائر، وقال أن هذه العراقيل تنعكس مباشرة على تطبيق اتفاق شراكة الجزائرية الأوروبي، ومن مصلحتنا المشتركة أن نجد حلولا لكل هذا. أعلن وكيل الجمهورية لدى المحكمة اليوم الثلاثاء عن فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات إثر انهيار جزئي لبناية من ثلاثة طوابق بشارع شملول بن عيسى بلاط مسابقا بوهران. وأوضح بيان نيابة الجمهورية أن وكيل الجمهورية لدى محكمة وهران انتقل إلى عين المكان وعين أشغال حفر لتشييد بناية بجانبها. قرر المكتب التنفيذي لاتحاد اللجان الأولمبية العربية المنعقدة بمدينة جدة السعودية منح الجزائر شرف احتضان الألعاب الأولمبية العربية في جويليا المقبل. فيما يخص الأخبار الدولية، قالت نقيب صحفيين التونسيين أميرة محمد في ندوة صحفية نظمتها النقابة على إثر منع وسائل الإعلام الوطنية والدولية الخاصة والجماعتية من تغطية أشغال الجلسة الافتتاحية لمجلس نواب الشعب، أن النقابة تحمل السلطة بكل مكوناتها مسؤولية تآكل حرية الإعلام. ودعت النقابة كل الصحفيين الذين سيتمكنون من الدخول إلى الجلسات العامة مستقبلا للمصادقة على النظام الداخلي إلى حمل الشارة الحمراء لتبليغ احتجاج القطاع داخل قبة البرلمان. لمتابعة بقية البرامج ادخلوا على موقع radio-tiret.net أو على مغرب emergent.net أو بالاشتراك على قناتنا باليوتيوب. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على حسن المتابعة والإصغاء. سلام.